بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الطلبة أخواتي الطالبات سنة أول ثانوي، قدم لكم تمرين فيما يخص الحساب الشعاعي. انتبهوا مليح. النص تاع التمرين: في معلم متعامد وموتوجينس أو إي جي، علم النقط أ صفة 4، ب 5 3، س 4 ناقص 2، و د ناقص 1 1. تحقق من أن الرباعي من أن الرباعي ABC مربع. إذن أولا نعلم ABCD. إذن A الفاصلة تاعو صفر فاصلة صفر، ترتيب 4، B فاصلة 5 ترتيب 3، C فاصلة 4 ترتيبها ناقص 2، دي فاصلة ناقص 1 هاهي، والترتيب ناقص 1. إذن كما تشافوا الشكل، إذن رانا عندنا مربع، ولكن لازم برهن. البرهان لازم يكون الأضلاع تاعو كل متساوية. ألور عندك أبي مربع هي واش نهي؟ 5 ناقص 0 مربع زائد 3 ناقص 4 مربع تساوي 5 مربع زائد ناقص 1 مربع، 25 زائد 1 معناه 26. بي سي مربع 4 ناقص 5 زائد ناقص 3 3، الطول تاع ابي هذا هو الطول مربع، ناقص 1 مربع زائد ناقص 5 مربع معناه 1 زائد 25 26. سي دي مربع ناقص 1 ناقص 4 مربع زائد ناقص 1 ناقص 2 مربع يساوي ناقص 5 مربع زائد 1 مربع معناه 25 زائد 1 معناه 26. AD مربع ناقص 1 ناقص 0 مربع زائد ناقص 1 ناقص 4 مربع ناقص 1 مربع زائد ناقص 5 مربع معناه 1 زائد 25 معناه 26. لاحظوا باللي AB يساوي BC يساوي CD الطول يساوي AD. وهذا ما يكفيش، مادام الأضلاع متساوية ما يكفيش، لازم يكونوا لازم يكون AB قائم ل BC و AD قائم لي دي سي. إذن لازم يكون AB BC
باه يكون قام. المربع A B C D قائم. في النقطة B إذا A C مربع يساوي AB مربع زائد BC مربع. المربع ABC قائم في نقطة D إذا AC مربع AD مربع زائد DC مربع. إذن برهنو عندك أسي مربع، وش نمد لنا؟ ربع ناقص صفر مربع زائد ناقص اثنين ناقص أربعة مربع، معناه ربع مربع زائد ستة مربع، 16 زائد 36 معناه 65. AB زائد BC مربع معناه 26 زائد 26 معناه 56. إذن ومنه أن حسب قانون فيثاغورس AC مربع يساوي AB مربع زائد BC مربع. نفس هذيك AC يكون دو AD زائد DC مربع خمسة وستين. إذن AC مربع يساوي AD مربع زائد دي سي مربع. ومنه أن المربع قائم في النقطة دي. هذه هي تاينا